محمود، رأيك في مستوى الأهلي السنة دي حتى الآن؟ شوف يا كابتن اسلام، الوصول للقمه هو صعب، لكن الحفاظ عليه بيبقى اصعب. تحقيق الاهلي الخماسيه في موسم تاريخي عامل ضغوط برضه، طبعا ضغوط كبيره كمان. هيحصل تذبذب في المستوى الفني بلا شك، لكن جمهور الاهلي دايما بيطمح في المزيد، ويطمح دايما ان فرقته تكون تخلص الماتش في اول ربع ساعه. ده ممكن يحصل، وفي ماتشات تانية الفوز هيتعقرب زي ما حصل في ماتش النهارده. لكن في اعتقادي انه لازم الصبر على الفريق بشكل عام في بدايات المواسم. الفتره اللي جايه انا متاكد انه كيرف المستوى الفني هيعلى بلا شك، هيعلى. كولر مدرب كبير، احيانا يكون له اخطاء، وده امر طبيعي جدا جدا. اي حد يعمل تبديل غلط، يتاخر في تبديل، تغييره في التشكيل، امر طبيعي جدا جدا جدا. لكن لما تيجي تقيم كولر، لان انا منزعج جدا من فكره ان بعض الناس لا معلش يا محمود، هو انا لسه هقيم كولر؟ ايوه، انا بس بقول لحضرتك اهو، انا منزعج من فكره تقييم كولر. اصل في ماتش صن داونز، انا بحسبك لسه بتقول لي انت هتيجي تقيم كولر. يعني في بعض الناس رمت سهام على كولر، ده اللي انا بقوله، بعد ماتش صن داونز بشكل غريب جدا وعجيب، تنتقده لكن ما تقولش ان هو مدرب ما عندوش فكر. يعني ده كلام برضو مش لا يتسق مع الواقع ولا المنطق. يعني اعتقد النهارده كان ماتش صعب جدا. سيراميكا فريق جيد جدا، ممتاز. ناس كتير بتتكلم على احمد القندوسي مثلا، لاعب الاهلي المعار لسيراميكا. مفيش حد داخل النادي الاهلي يا كابتن اسلام بيقول ان احمد القندوسي لعيب مش كويس، صح؟ في حاله اجماع على احمد القندوسي. خروج احمد القندوسي كان اسباب كل الناس عارفاها، وهو نفسه هو نفسه الراجل قاعد معاه، قاعد معاه، ومسؤول النادي قعدوا معاه وفهمون، وخروجه خروج مؤقت. طب اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن اسلام، اتفضل. لما سيراميكا خد احمد قندوسي على سبيل الاعار، طب ما كان في بعض الرغبات يقول لك حط بند انه اولويه البيع لسيراميكا. الاهلي رفض اساسا. الاهلي رفض اساسا وضع فكره أولوية البيع اساسا. ليه؟ عشان عارف ومقتنع انه هيرجعه. لا كمان ده كولر طلب مين يبقى موجود اعارته في الدوري المحلي، رغم ان كان في عروض برقم اكبر، عشان يكون ايه؟ يعني عشان يكون قدامه قريب منه وشايفه باستمرار. فتالق القندوسي ده يسعد الجمهور مش يغضب الجمهور. تحرك القندوسي لسيراميكا كليوباترا كان لظروف معينه لضم مهاجم، الناس كلها عارفه لضم مهاجم، صح؟ برافو عليك. هو ده امر فني بحت. لكن اعتقد ان شاء الله ان سكواد الاهلي السنه دي قادر على تحقيق انجازات الموسم الماضي بلا شك. ان شاء الله هذا السكواد يقدم صوره طيبه عن الاهلي في كاس العالم للانديه. الماتشات الاخيره دي تعتبر اكبر استعداد للي جاي. عندك ماتش الجونه برده ماتش مهم، كان في توقفات دوليه. عندك في شهر ديسمبر معترك دولي عالمي كبير، كل الانظار تتجه نحو صحيح جده لمتابعه مونديال الانديه. الاهلي ممثل القاره الافريقيه هيكون في اختبار صعب قادر عليه، وكولر والمجموعه اللي معاه حاليا قادره انها تقدم الصوره الطيبه عن الاهلي في هذه البطوله.